تغطي حوالي 80% من مساحة الدولة. كان عندنا أكثر من 250 ألف طالب تسجلوا. العمل نحن تقريبا أنا صار لي 7 سنوات في منسق للمسابقة هاي، الحمد لله السنة هاي حصلت على المشرف المتميز. في عنا خطة سنوية بنبدأ فيها دائما من شهر 10 لشهر 5 أو شهر 6 أحيانا، بتتخللها تسجيل الطلاب، ورش تعريفية للمنسقين في المدارس، للطلبة نفسهم نعمل لهم ورش تدريبية وتعريفية، أحيانا كنا نستضيف بعض المؤلفين الكتاب، المساعدة الطلاب على تنويع مصادر المعلومات اللي هي الكتب، سواء كتب رقمية أو كتب مطبوعة. دائما بنوجههم أن يكون في تنويع بمصادر المعلومات، يعني ما يركزوا دائما على القصص، بالعكس لازم يقرأوا في كافة العلوم كافة المجالات. خططنا من بداية العام الدراسي على الدخول في مسابقة أو الانضمام إلى مسابقة مبادرة تحدي القراءة العربي في الدورة 8. نشرنا سياسة المدرسة في نشر ثقافة القراءة بين طلاب المدرسة، عملنا كفريق واحد معلمين وإداريين وأولياء أمور وطلبة لتحقيق المعايير المطلوبة للدخول في مبادرة المدرسة المتميزة، والحمد لله حققنا هذا الحلم. نحن نقدر نتفق أن القراءة هي مفتاح نحو عوالم مختلفة، صحيح؟ قرأت في كتاب أقوال صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد عن الإيجابية، يقول الأمل هي الصناعة الوحيدة التي لا تفشل أبدا، والحمد لله من الموسم الذي فات، الموسم السابع الذي شاركت فيه ووصلت للمرحلة الرابعة وكانت آخر مرحلة، كان فيني أمل كبير جدا وطموح كبيرة، والحمد لله هذا الأمل هو الذي قادني لهذا الإنجاز الكبير اليوم، وأهدي هذا الإنجاز إلى والدتي الغالية وإلى شعب الإمارات.